الابراج الناس دلوقتي نجيب سويرس كامل من حته من عشه الرمله اللي يحرس الفندق ماشي ومشغلهم كل واحد بياخد 1000 جنيه ماشي بقى نفسه 1000 جنيه في الشهر جه بقى لهم دلوقتي 3 اشهر ما يردوش يدوهم الفلوس عشان لقى ايه في امن وفي امان قال لك بقى ايه احنا نمنع بتوع ايه الرمله دلوقتي ازاي اللي انت تشغلني وازاي اللي انا اصلا ما اطلب حقي ما تدونيش ما ينفعش الشهر اللي فات العيشه اتورقت ماشي وجه وقال لكم حقكم عليا وادونا ايه فلوسهم ماشي الشهر اللي قبليه نفس النظام واتخانقوا وكسروهم من الفندق يعني انت بتاخد الفلوس دي من امتى؟ من ساعه الثوره من شهر 3 بعد الثوره من بعد 25 يناير مقابل اللي هو حموا الفندق وحموا الناس اللي بتيجي للفندق وحصل البارك بتاعه وحصل البنوك بتاعته وكل حاجه بتاعته وبيرجع يقول لك اللي انا ده مش بتاعي ده بتاع الايه الملك فهد ماشي بتاع الشيخ فهد طب احنا مالنا دلوقتي وكل ما يجي يشتري الحته عايز يشتريها ب 2000 جنيه متر ما ينفعش هقول ايه اللي حصل النهارده اللي حصل النهارده اللي واحد دخل ياخد الشهريه بتاعته ماشي من امبارح ما رضوش يدوا له الشهريه قالوا له بكره دخل ياخد الشهريه بتاع الامن اللي جوه ما رضوش يدخله راح بيكلم على ضابط الضابط بيقول له بس امشي بدل ما اضربك بالنار قال له هو انت راجل اضربني راح مطلع طبنج راح مديها له بيها اللي دخل الضابط في الموضوع يعني الموضوع بين الاهالي وبين نجيب سويرس رجل الاعمال الضابط ده بتاع الامن اللي ده ضابط خاص مش ضابط شرطه ضابط الشرطه من اسم ضابط شرطه من هم بتوع الاسم بتوع السياحه ماشي واقف راح مطلع طبنج راح مديله بيها وقبل كده من ايمت 3 اشهر برضه نفس النظام يعني في واحد مات النهارده واحد متصف رجله واحد مات واحد مات من اهل المنطقه من اهل العيشه في المنطقه وواحد اتصف رجله دوت اصلا كل شهر على كده عشان مش عايزين يمدوهم فلوسهم ماشي بيعملوا اي مشكله معاهم سالتك الفلوس دي مقابل ايه بعد الثوره يعني بعد الثوره كانت لاجل الحمايه لكن دلوقتي مقابل ايه ما هو شغالين معاه هو عينهم عنده في الفندق عينهم يوقفوا للبارك بتاع العربيات بالليل والصبح بيجي بالليل كمان في بارك بالليل بيشتغل كباريهات ماشي بيعينهم ان هم يحرسوا الناس اللي جايه بالليل الكباريهات ديت ماشي يعني بالليل والصبح عددكم كام واحده احنا كتير اكتر من 7000 8000 نفر جوه يعني كتار يعني مش هقول لك 1000 2000 يعني هنقول بتاع 20000 رد الفعل لما مات اتنين ايه اللي كان رد فعل من رد الفعل لما انا دلوقتي شايف اخويا بيموت اعمل ايه اضرب ولا اشيل اخويا اوديه المستشفى ولا ادفنه ولا اشوف حق اخويا ده اللي حصل اللي هو اخوه شاف المشوار دوت لما اخوه ميت قدامه ابوه واهله واخواته والدنيا كلها واحنا كلنا وقفنا على اساس نشوف حقهم ماشي دخلنا نتكلم مع الضابط جري بقى يضرب علينا بالنار ماشي ولعناهم في عربياتهم وخسرنا لهم الفندق ولسه هيفضل كده كل ما يحصل هي لسه عشان حقنا ما بيجيش حقنا عاوز ياخده بالعافيه يعني حضرتك في سياح وفي مقيمين في الفندق دول مصيرهم ايه؟ لا ما احنا بقينا السواح مالناش دعوه بالسياحه مالناش دعوه بالسياحه خالص احنا لنا دعوه بصاحب الفندق والامن بتاع الفندق والظباط السياحه بتاعت الفندق مالناش دعوه بتوع السواح مالناش دعوه اي حد اجنبي والعربيات اللي امام الـ 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 الفندق ايه مصيرها؟ عربيات امام الفندق دوت اللي هي بتاعت الامن اللي هم بتوعهم اصلا هم اللي عملوا فينا اللي احنا نولعها هم اللي عملوا كده ليه؟ ضرب فعل من ضرب فعل لما هم اصلا ضربونا موتوا واحد موتوا بني ادم ماشي ايه اللي هيحصل؟ شكرا ليك هتعرف عليك يا ريس؟ انا اسمي رمضان احمد ريس قول لي يا حاج رمضان ايه اللي حصل النهارده؟ والله هو الموضوع كله ايه؟ كان في واحد مدير امن الاول كان راجل محترم مدير امن في الفندق مدير امن الفندق وكان بيدي كل واحد حقه مشوه جه الحلواني مدير الامن حقه ده اللي هو عباره عن ايه؟ كل واحد بياخد يعني القرش بتاعه الشهريه مشوه كام بقى القرش هو على حسب ايه يعني مش كل واحد بياخد قرش يعني واحد بياخد 1000 واحد بياخد 300 انا منهم اخويا عاجز مطلع له شهريه 300 جنيه برضه جاي طالب بحقه ما رضيش خد الراجل بعده ومشي فجه الحلواني دوت اللي هو ايه فتنه عمل فتنه في اهل المنطقه وقع الناس في بعض ده يدي 5 ويدي ده 300 واخد بالك وبكره بعده بكره ما فيش فلوس فحصلت المشكله دي الضابط راح ضرب الولد بالنار والراجل ايه اللي خلى المرحله توصل ان الضابط يضرب الراجل بالنار؟ الضابط هو اللي ضرب يعني زي ما تقول ان ايه ان مدير الامن دوت وقع الناس في بعضيها زي ما بقول لك واخد بالك وقع الناس في بعضيها وطبعا ده الضابط ده سياحه معاهم فبيحدافع عن المبنى بتاعهم فالناس بتطالب بحقها يعني زي ما تقول واحد مثلا علّى صوته بتاع ما فيش مشكله يعني انك تعلي صوتك واخد بالك وراح مطلع المسدس راح ضربه واحد بيحوش
راح مضروب التاني. هذه المشكله كلها. انتوا عددكم كم واحد؟ احنا منطقه كبيره، منطقه الرمله دي كلها كبيره، وطبعا عايزين الرمله دي اللي خلف بابراج نايل سيتي كلها، ابراج نايل سيتي اللي هي العشش والمكان التاني، وعايزين ياخدوها ببلاش، يدي كل واحد حقه. ما هي عايز اسالك بس، ايه رد الفعل كان من اهالي المنطقه لما حصل؟ رد الفعل طبعا ايه، على حسب الفعل اللي انت اللي كان قدامهم، ده اتضرب مات وده اتضرب انصاب، الناس قامت على قرايبها واخد بالك؟ فقامت هم راحوا مضربين وولعوا في العربيات، مش الاهل المنطقه هم اللي ولعوا في العربيات، الامن هو اللي ولع، وقبل ما تيجي الحكومه وبتاع ضربوا فيهم برضو بضرب النار وصابوا ناس كتير. كان في ضرب نار حقيقي وكان في خرطوش بيتضرب، كله دوت من عندهم، مفيش حد معاه من المنطقه سلاح واخد بالك؟ يعني مطف نايل هتلاقي عندهم بلطجيه جايه من بره، اللي هو بيقول لك ايه، اللي هو بيقول لك بودي جاردات، البلطجيه دي جايه من بره، وضربوا اهل المنطقه الشهر اللي فات واخد بالك؟ ضربوا اهل المنطقه عشان يطلعوا. لو سالتك على السياح اللي جوه في الفندق واصحاب العربيات اللي قدام الفندق، يعني دول ذنبهم يعني مصيرهم ايه دلوقتي؟ دي الناس دي ما ذنبهاش حاجه، ذنبهم في رقبتهم، ذنبهم في رقبتهم، اهل المنطقه ما لهاش حاجه، ما عملتش اي حاجه غلط، الغلط كله طالع من عندهم، وربنا يسهل ويهدي. يعني انت شايف ان هتوصل لحد فين؟ لا ان شاء الله هتخلص باذن الله، مش هيبقى في حاجه وحشه. شكرا ليك يا ريس.